1,170,000 لاجئ سوري في لبنان، عدد وصفته الحكومة اللبنانية بالطوفان الذي يشكل خطراً داهماً على البلاد. فبعد 4 أعوام على الحرب في سوريا، مفاتئت أعداد الفارين إلى دول الجوار في ازدياد، وكلها أقامت مخيمات لاستقبالهم باستثناء لبنان. التسجيل الرسمي 1,200,000 لاجئ المفوضية، بس في عدد أكثر لأنه في بعض اللاجئين مش مسجلين كنازحين، جايين عايشين يعني مثلا مقتدرين عايشين على حسابهم. ويعتبر مراقبون أن التغاضي عن إقامة مخيمات تحوي اللاجئين السوريين منذ بدء الأزمة هو بمثابة إهمال. برأيي الحل بيكون بأنه بإقامة مخيمات مراكز استقبال متوسطة الحجم على الحدود، مش خيام وإنما بريفابريكي كارافان صالحة أنه تنفك ويرجعوا يغدوها بعدين على بلادهم، بس لأنه بيوتهم مدمرة وبيكونوا تحت الرقابة الأمنية والاجتماعية والصحية واللي بدك. أنا من وجهة نظري لا أرى حلا سوى، ولكن سنحاول قريبا أن نقيم في المنطقة الفاصلة بين المركزي الحدودين في شرق لبنان وفي شماله تجربة. إذا نجحت هذه التجربة سنوسعها. ويقيم عدد من اللاجئين السوريين في مخيمات غير رسمية، والتركيز الأكبر هو في المناطق الفقيرة في البقاع في شرق البلاد وشماله. ففي مدينة طرابلس مخيم متواضع يضم 100 عائلة، إلا أن سكانه يبدون اعتراضهم على فكرة ضبط حركتهم عبر وضعهم في مخيمات على الحدود. احنا مخيمنا عايشين مرتاحين، ما نجي تحت سيطرة اي انسان، كان ممنوع تطلع وممنوع تفوت. ليش بتفر هيك؟ انا حر، بدي الجو الحر. انا ما نجي سجين لاجل سجين ثاني مرة، انا جاي حر، بدي اعيش حر، بدي اعيش بكرامة. يعني يمكن هي خطوة مليحة، بس نحن نريد واحد ما بيتحكم فينا، نريد يعني حرية. احنا صحيح جايين لاجئين لهون، بس نريد الحرية التامة. قرار إقامة مخيمات حدودية قد يبدو ثقيلا على الفارين من أهوال الحرب في سوريا، إلا أنه حاجة ملحة بالنسبة للبنان، البلد الذي بلغ عدد اللاجئين إليه أكثر من ربع عدد سكانه.